كبير لقاه بن طالب سواء من زملائه اللاعبين أو المحيط الرياضي أو الجماهير الجزائرية، كلنا مع بن طالب وكلنا خلف بن طالب حتى يتجاوز هذه المحنة. تفضل أسامة. أول حاجة نطلب له الشفاء العاجل، هو إنسان مؤمن. نعم. ويرضى بالقضاء والقدر، فهذه نعم. المرحلة احنا ما نقدر نقول له يرجع ولا لا، لنكون احنا نطلب له كما نقولوا الدعاء أن الله يشفيه ويكون مع العائلة تاعه أول حاجة. ورجوع كرة القدم ما راحش يكون عندنا ولا عند الناس المتخصصين، سواء نرجع نطلب له كما نقولوا الاستمرارية في المشروع. وإذا ما رجعش هو مسلم وإنسان يرضى بالقدر والقدر، لأن صحة الإنسان قبل كل حاجة. شفنا لاعبين وشفنا ناس جاتهم أزمات قلبية ما كاش عندهم الحظ يعني باش، لكن هذه هي الحياة، وإحنا كمسلمين لازم نرضاه بالقضاء والقدر. آمين. أنا قلت لكم ما يهمني المستقبل الكروي تاعو بقدر ما يهمني أنه نجا من هذه المصيبة. إن شاء الله يبرى تماما، هذاك هو الصح. بعدها إذا واصل في كرة القدم فمرحبا وأهلا وسهلا، ونشجعه كما شجعنا دائما. إذا لم يواصل الأهم أنه عاد سالما غانما إلى أهله، وهذا هو الأهم والمطلوب. نعم، إن شاء الله الشفاء العاجل لنبيل بن طالب، وإن شاء الله سيعود لممارسة رياضة الكرة. إذن من نبيل بن طالب إلى ريان آية نوري الذي سيغادر ولفرهامبتون بنسبة كبيرة هذا الصيف. نتحدث عن أندية كبيرة تتربص باللاعب الجزائري، أبرزها تشيلسي، مانشستر سيتي، وليفربول. الآن يتحدثون في الصحافة الإنجليزية عن قرب انضمامه لنادي ليفربول. ممكن يعني يمشي حتى خارج انجلترا محمد. نعم. ولكن هاد الثلاث فرق هي اللي راهي مقربة باش تاخذ آية نوري، وانا على علم ان ربما كاين فريق اخر خارج انجلترا ولما لا ان شاء الله ريال مدريد، ما نيش عارف، لم نؤكد. لا يقال هكذا، ولكن باريس سان جيرمان غير ما يروحش. لا ماشي باريس سان جيرمان، ما عندها خاطر باريس سان جيرمان ماهيش ترقيه بالنسبه لي انا يا وسام. لما تلعب في انجلترا وتولي لفرنسا تقريبا المستوى تاعك عاود نزل. صح. ولكن اذا ساوثامبتون مشى لارسنال او تشيلسي، النادي حاليا لأيت نوري حسب رايي المتواضع هو ليفربول. ليفربول اللي جابوا ارني سلوت، اللي عنده نفس طريقه لعب ونفس فلسفه يورغن كلوب، يعني الاعتماد على الهجوم والاعتماد الكبير على الاطراف. الان نعلم جيدا انه اندي روبرتسون ظاهر ايسر نادي ليفربول لم يبقى روبرتسون الذي عاهدناه في السنوات القليله الماضيه. يقدر أيت نوري ينافس روبرتسون، ويقدر بنسبة كبيرة أنه يأخذ له المكانة الأساسية في نادي ليفربول، ومع نادي ليفربول راح يزيد يطور مستواه أكثر وأكثر، وهذا راح يعود بالفائدة للاعب. نعم. والمنتخب الوطني. هل أيت نوري هو أفضل محترف جزائري هذا الموسم؟ نقدر نوافقك 100%. قدم مستوى كبير في ولفرهامبتون السنة هذه، وكان يعني كنا نشوفه خطير وقدم أهداف، حتى كان يشارك. نشوفه هو افضل محترف صراحه يعني. نعم. ولو البدايه تاعو سنه ما كانت سهله، كان يعاني كثير. نعم. وحتى الموسم اللي فات ضيع مكانه ديالو. هذا الموسم بدايه كانت صعبه، ثم المدرب الجديد اعطى اوضاع فيه الثقه، وشفنا في المرحله الثانيه رايان أنيت نوري على اعلى مستوى عكس المرحله الاولى. لكن نعم. الاصابه ثاني اثرت عليه في البدايه، بعد رجوعه من الاصابه كان فارق. نعم. صفقة بشير بلومي وانتقاله إلى نادي أولمبيك مارسيليا في الطريق الصحيح أمين؟ الصفقة تقارب 6 مليون يورو. شوف، حسب ما أملكهم معلومات هو يملك اهتمام العديد من الأندية، ولكن النادي الأكثر جدية في الاهتمام هو نادي أولمبيك مارسيليا. اللاعب يميل إلى الانتقال إلى نادي أولمبيك مارسيليا، نادي يبقى عريق، نادي عنده رابطة أبطال أوروبا، راح يلعب بيتيح له انه يلعب في المستوى العالي ويواجه فرق كبيره. وثانيا الدوري الفرنسي يقدر يتالق فيه اللاعب اكثر من الدوري البرتغالي، يعني راح تكون خطوه ايجابيه ان شاء الله في مستقبل بشير بلوم، وراح يلقى دعم لانه الجاليه الجزائريه بقوات. نعم. رفيق غايتان يتوج بجائزه افضل لاعب في فريقه إشتوريل البرتغالي، مش نشجع عليه للبقية تاع المشوار ديالو، خاصة إذا نحتاجوه في المنتخب الوطني. لم نشاهده لحد الآن في المنتخب، ما شاهدناش للأسف، كنا نتمنينا نشوفوه يعني. ولكن لما تشوف هذا اللاعب عنده إمكانيات لاباس بها، خاصة في في في, في الهجمات ديالو. هو عنده نفس خصائص إياس محرز صراحة، لكن نتمنى ونشوفوه إن شاء الله، وهذا شيء يفرح ويشرف إن شاء الله، يخليه بس يزيد يخدم ويروح نادي أفضل باش يكون إن شاء الله إضافة للمنتخب الوطني إن شاء الله.
لا عنده 5 أهداف و3 تمريرات حاسمة في الدوري البرتغالي في الدوري هذا الموسم، كان أحسن لاعب من أو من بين أحسن المراوغين في الدوري البرتغالي، يعني أحسن من أتمه أكثر مما أكثر من من أتم مراوغات ناجحة في الدوري البرتغالي. لاعب مهاري، لاعب عنده سرعة وعنده قوة اختراق كبيرة جدا. أنا كنت أتمنى صراحة أني نشوف في منتخب الوطني الجزائري، كان جاء في الطرابلس الأول للمدرب الوطني بيتكوفيتش، ولكن لسوء حظه أنه كان مريض في تلك الفترة ولم يشركه المدرب في أي من المباراتين. في التربص الأخير لم يستدعي، لا ندري لماذا قرر استبعاد هذا اللاعب. نتمنى عودته مستقبلا في شهر سبتمبر إلى صفوف المنتخب الوطني الجزائري. تصريحات مثيرة للمدرب الجزائري نور الدين زكري الذي أنقذ نادي الأخدود السعودي من السقوط وأصبح مدربا مختصا في إنقاذ الأندية من السقوط. تصريحات مثيرة لبن زكري قال فيها: لن أشاهد المنتخب الجزائري بعد اليوم ولن أقدم لهم أي نصيحة، لقد همشوني وخبأوا ملفي. وقال بأنه قدم ملف ترشحه لتدريب المنتخب الوطني الجزائري لكنهم قاموا بإخفاء ملفه عن وليد صادي الذي أخبره بأنه لم يصله أي ملف ولم يصله أي ترشيح لأي مدرب جزائري. وقال بأن الفاف قالت بأن المدرب الجديد يجب أن يكون مجيدا للغة التواصل، وقال بأن بيتكوفيتش لا يعرف لا اللغة الإيطالية ولا الفرنسية، وأنا إيطالي هو أعرف أو عملت في إيطاليا وأعرف الإيطالية وأعرف بيتكوفيتش. يبقى نحييه على كل حال، نحييه لأن هذا تحدي لما حمل الفريق هذا السعودية وكان شبه نازل، يعني كان شبه نازل صراحة. ونقضه وشفنا المقابلة الأخرى حتى الجرية المدخل الميدان، حيوة يبقى دائما نور الدين هذا الكلام ديالو هذا، يا ربما عنده الحق في كلكو بار، حط الملف ديالو ما طابوش يعني لماذا نقول ولكن اصبر شويه مازال هذا ما كان. احنا معروف على نور الدين زكري هو التصريحات هذه والحماسيه، هو مدرب حماسي بصراحه، جاء للنادي ممكن عنده حوالي 9 ولا 10 نقاط، خاض معاهم يعني معجزة وبقاهم في الدوري، وفي الدوري مو سهل، الدوري السعودي السنة هذه أرمادة من نجوم يعني، وعنده حق جزائري كأي مدرب ولا أي شخص جزائري ممكن عنده الحق أنه يترشح، ولكن في الأول والأخير يأخذوا القرار للناس المسؤولين. يعني كما قال لك من حقه يبقى جزائري، وأنا ولا غير نحبه المغير صراحة يعجبني صديقنا، عنده ثقة كبيرة في النفس حتى كان مدرب طموح حب يدرب، أطلق صريحات قبل مدة بعد نجاحه في 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 إبقاء فريق الأخدود في الدرجة الأولى السعودية، كان قال لهم أنا أحسن مدرب في السعودية، وحتى نمسكش الدرجة واسمه خيسوس واسمه ذاك مدرب الهلال، مدرب قال لهم أنا أحسن منه، قال لهم محدود، قال لهم محدود جدا، قال لهم أنا أفضل منه، قال لهم أنا أفضل منه. أخويا أنا نحب الثقة في النفس، عنده الحق والله غير عنده الحق، من حقه أنه من خبأ ملفه قاسي سعيد. الله لست أدري لازم يدير إصابة في الاتحادية لازم يدير تحقيق، وين أنا ربما وين ما شاطرش نور الدين، لكن حتى إذا كانوا خبأوا ملفه هو كان ظهر لوسائل الإعلام وأعلن ترشحه لتدريب المنتخب الجزائري، يعني من حقه يتكلم أسامة قالك الجزائري وين ما شاطرش، أنا في ربما لغة التواصل ما بين المدرب واللاعبين، ما شاف أسامة ما شاف يدرب حراس المرمى تاع طنجره مش كيفاش يتكلم معاهم باللغة الإنجليزية، وانت يا واش تكلم معاهم باللغة الإنجليزية، هما اللغة تاعهم يعني لغة كما نقولوا احنا يا سوايلي تاعهم، لكن اللغة اللي نتكلموا بها هي اللغة الإنجليزية. أنا أشوف ما نوافقوش لأنه لغة حتى مدرب المنتخب الوطني ولا الناخب المدرب الوطني مدرب يعني يعرف اللغة الفرنسية، يعرف اللغة الإيطالية، يعرف اللغة الإنجليزية، ممكن ما يتقنش اللغات لكن يوصل للرسالة. نعم.